من جبل في مكة ولا واد ولا سهل ولا شعب ولا ذرة رمل في مكة إلا لها ارتباط بسيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. اليوم احنا نرى ما المشروع الجبار في قاري حراء وقاري ثور وغيره والخير قادم، يعني بحيث اننا نستطيع ان نتحدث عن 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 سلسله متصله من اتى التاريخ مكه المكرمه المرتبط بسيره المصطفى عليه الصلاه والسلام، والذي توليه حكومه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، وبرعايه ايضا ومتابعه من من سمو ولي عهد الملك الامير سلمان محمد بن سلمان حفظه الله، يتحقق كل هذه المشاريع الجبارة التي تهتم بتاريخ وتراث هذه المدينة المباركة.